أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين، نقدمها إليكم من استديوهاتنا في الميادين واستديوهاتنا في تونس وفي بغداد. وفي العناوين لليوم: الفصائل الفلسطينية تؤكد أن أحدا لن ينجح في عزل غزة أو حصارها، والأمن الفلسطيني يعتقل الأسير المحرر خضر عدنان لتضامنه مع معتقلي الرأي. قتلى بتدافع في مطار كابول، واشنطن تتابع تهديدات أطلقها داعش ضد المطار، وطالبان تطالب بتوضيح بشأن خطة الانسحاب من أفغانستان. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجهيز أوروبا عسكريا لمواجهة الأزمات المقبلة. الكاظمي يؤكد أن التباحث مع القادة السياسيين في الكويت ضروري لرسم خارطة طريق إقليمية، والرئيس العراقي يحذر من الاستخفاف بخطورة الإرهاب. وسائل إعلام تونسية تكشف عن إطاحة إرهابي خطط لاغتيال الرئيس سعيد وإيقاف النائب لطفي علي بتهم فساد مالي وتبييض أموال. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار المحروقات وسط أزمة اقتصادية حادة، والرئيس يعلن منح موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة من خزينة الدولة. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية الاستمرار في فعالياتها الشعبية حتى يكف الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته بحق القدس والشعب الفلسطيني. الفصائل خلال مؤتمر صحفي طالبت الاحتلال بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية وأن يوقف الحصار على غزة، مشددة على أن العدوان لن يضعف المقاومة. كما دعت الفصائل الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات، مشيرة إلى أن غزة جزء من فلسطين ولن تنجح أبدا محاولات عزلها. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة. مراسلنا في غزة أفاد بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقع بدر غرب غزة وموقعا في الجنوب وآخر في انصيرات في المنطقة الوسطى. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن طلقات مضادة للطائرات من القطاع سقطت في مستوطنة سيديروت، ما أدى إلى إصابة مستوطن خلال هروبه إلى مكان محصن. وكان 41 فلسطينيا قد أصيبوا بجروح مختلفة عقب قمع الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين شرق مدينة غزة في ذكرى إحراق الأقصى. ووثقت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تصدي بعض الشبان للاحتلال، حيث حاولوا سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين الموجه من إحدى فتحات الجدار الفاصل قبل أن يعملوا على إطلاق النار باتجاه الجندي الذي قال الإعلام الإسرائيلي إن حالته حرجة جدا. ابعد راسك إلى مسرح للمواجهات. تحولت الحدود الشرقية لغزة بعد قمع الاحتلال تظاهرة حاشدة خرجت إحياء للذكرى 52 لحريق الأقصى، قمع أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي، فيما تمكن الشبان من الوصول إلى السياج الفاصل ورفع الأعلام الفلسطينية في رسالة تؤكد أن نار العدوان لا تزال مشتعلة في القدس عبر سياسات التهويد والاقتلاع والتهجير، وأن غزة ستظل في طليعة المدافعين عن القدس وأهلها. رسالتنا اليوم أنه الحرق المسجد الأقصى لن ننسى أبدا، ونحن هنا بغزة إن شاء الله بدنا نوصل رسالة للعدو الصهيوني، إحنا مش ننسين القدس. رسالتي اليوم لبني صهيون يرحلوا فورا من القدس وكل فلسطين، إحنا أصحاب الوطن والقدس عاصمة فلسطين، سيرحل عاجلا أم عاجلا هذا المحتل. وعلى أرض مخيم ملكة أحيت الفصائل الفلسطينية ذكرى إحراق المسجد الأقصى في مهرجان حاشد حمل عنوان سيف القدس لن يغمد، مؤكدة أن معركة سيف القدس لا تزال حاضرة، وأن
المقاومة متأهبة للرد على أي عدوان بحق القدس والأقصى، معتبرة أن تلاعب الاحتلال في تنفيذ استحقاقات معركة سيف القدس مرفوض. المقاومة لن تغمد سيفها طالما هناك عدوان مستمر على مدينة القدس، ينتفض شعبنا الفلسطيني في غزة ويدير الظهر لكل ما يمر به من ظروف ليقول للقدس لبيك يا قدس لبيك يا مسجد الأقصى. الرسالة واضحة لدى المقاومة الفلسطينية، في حال تغول هذا العدو واستمر هذا الحصار على شعبنا أعتقد المقاومة جاهزة لكل خيارات، لذلك فليعلم هذا العدو أننا أيدينا على الزناد. الفصائل دانت استمرار وتيرة التطبيع مع الاحتلال ودعت إلى استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها صمام الأمان لإسقاط مشاريع الاحتلال العدوانية. من غزة إلى القدس رسالة وفاء وتأكيد لوحدة الجغرافيا والمصير المشترك في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية، هي مشاريع لن تثني كما يؤكد الفلسطينيون غزة رغم حصارها عن الدفاع عن القدس وأهلها. أحمد غانم، غزة، الميادين. قالت زوجة الأسير ماهر الأخرس في اتصال مع الميادين إن أجهزة الأمن الفلسطيني اعتقلت القيادية في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر خضر عدنان خلال اعتصام أمام المحكمة في رام الله. أثناء تواجدنا ووقوفنا الآن تم اعتقال وخط الشيخ خضر عدنان من قبل الأجهزة الأمنية، الآن كان واقف بجانبنا، جاءت سيارة وتم اختطافه، لا ندري لأي جهة أخذوه لكن هذا ما حدث معنا الآن. تم اختطاف الشيخ خضر عدنان من قبل الأجهزة الأمنية، من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كان متواجد واقف بجانب محامي، تم سحبه وخطفه من قبلهم في سيارة، حيث تم وضعه بالقوة بالسيارة وتم ركوب شرطي بجانبه وتم أخذه بسرعة. زوجة الأسير الأخرس قالت إن زوجها تعرض للضرب من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل اعتقاله الذي تؤكد عدم معرفتها بأسبابه. من لحظة اغتيال الشهيد نزار بنات من قبل الأجهزة الأمنية لغاية اليوم كان زوجي مساندا لهذه الوقفات، المطالبة دائما بإظهار الحق ومحاسبة فقط من اعتدى وقتل الشهيد نزار بنات. تم سحله واعتقاله من ثم التوجه فيه إلى مركز الشرطة، إلا أنه بعد ضربه يعني تم ضربه بعنف على رأسه وعلى صدره وتائبة بشدة على أثرها، تم نقله إلى مستشفى رام الله ومن ثم إلى الطوارئ. حسب الشهود العيان لديه كان بحالة صحية سيئة جدا، نحن لا نأمن على زوجي دقيقة بوجوده معه لأنه مهدد بالقتل، وأخشى ما أخشى أن تكون حياته مثل حياة الشهيد نزار الذي تم قتله بدم بارد. وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت الأخرس وعشرين ناشطا فلسطينيا آخرين قبيل وقفة منددة باغتيال نزار بنات في رام الله أمس. عائلة الأسير المحرر ماهر الأخرس كانت أعلنت الاعتصام أمام مقر الشرطة في البيري للمطالبة بالإفراج عنه وعن معتقلي الرأي. حركة الجهاد الإسلامي اعتبرت على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي أن اعتقال خضر عدنان إمعان من السلطة وأجهزتها في الاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطنية، ودانت الحركة سياسة الاعتقالات وقمع الحريات العامة من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية، كما طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة ووقف ما سمته بمسلسل القمع المخزي والتعدي الفاضح على الحريات العامة. ومن رام الله تنضم إلينا مراسلتنا نسرين سلمي. أهلا بك نسرين، في البداية نسأل عن حيثيات اعتقال كل من الشيخ خضر عدنان وأيضا الأسير المحرر ماهر الأخرس، بالإضافة حتى الساعة هل تبينت الأسباب خلف اعتقالهما والوضع الصحي طبعا للأسير الأخرس؟ بالنسبة للأسير ماهر الأخرس أصدرت محكمة رام الله قرارا بإخلاء سبيله مع إبراهيم أبو حجلة وضحى معدي وكوثر العبواني وأيضا معتقلين آخرين، أصدرت قرارا بالإفراج وإخلاء سبيلهما بعد قليل، يعني سيتم الإفراج عنهما تعليقا. بقية المعتقلين لا زالوا متواجدين لدى النيابة ويتم التحقيق معهم،
هناك معتقلين آخرين أيضا تم تحويلهم إلى يعني تمديد اعتقالهم ل 48 ساعة. ما جرى بالنسبة لماهر الأخرس وعمر عساف ومن تم اعتقالهم بالأمس تحديدا، السلطة قالت أنهم شاركوا في تظاهرة لم تحصل على الترخيص اللازم، وأن أي تجمع أو تظاهرة يجب أن يحصل على تصريح وترخيص من قبل الشرطة الفلسطينية. تم عرض هذا الترخيص على المشاركين في التظاهرة داعية للكشف عن ملابسات اغتيال الشهيد نزار بنات. كان هناك شروط لهذه التظاهرة، المتظاهرون رفضوا التوقيع على هذه الشروط وبالتالي خرجوا في هذه التظاهرة، وعندها تم الاعتداء عليهم بالضرب وتم اعتقال 20 منهم، تم اصطيادهم إلى النيابة العامة، بعضهم أخلي عنه وبعضهم لا يزال قيد الاعتقال. بالنسبة للشيخ خضر عدنان كان متواجدا اليوم أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عن ماهر الأخرس ومعتقلي الرأي الآخرين. كان هناك يعني تصريحات لهم وكانوا يقفون بالقرب من مقر الشرطة ومقر المحكمة. طبعا حضرت سيارة الشرطة كما قالت زوجة الأمير أو زوجة ماهر الأخرس التي تحرر ماهر الأخرس، وتم اعتقال خضر عدنان. قبل قليل تحدثنا إلى المحامي مهند كراجة من المحامين من أجل العدالة وقال إنه الشيخ خضر عدنان موجود لدى المباحث العامة ويتم التحقيق معه، ولا يزال طبعا مصيره مجهول إذا ما كان سيعتقل أم سيتم إخلاء سبيله، لكنه موجود الآن عند المباحث العامة ولا يعرف بماذا تم اعتقاله من أمام مقر المحكمة والشرطة في رمضان. بقية المعتقلين سيتم يعني البحث في قضيتهم خلال الساعات المقبلة، ربما يكون هناك إفراج عن عدد آخر من المعتقلين. وعلى صعيد التحركات أيضا المنددة بالاعتقالات نسرين، إن كان أمام المحكمة أو كان في نقاط أخرى أيضا، التحركات هناك دعوة اليوم من الشباب تحديدا الحراك الشبابي لتظاهرة أخرى عند الساعة 7 مساء هذا اليوم وسط رام الله ضد الاعتقالات السياسية وضد الاعتقالات على حرية الرأي، وأيضا من أجل المطالبة بالكشف عن أسباب اغتيال نزار بنات تكون عند 7، وهي تظاهرة على ما يبدو جاءت تحديا لعملية الاعتقال التي صارت بالأمس والتي يعني تم اعتقال فيها عدد كبير من النشطاء وتم الاعتداء على البقية بالضرب، وبالتالي هناك إصرار على مواصلة هذه التظاهرات بغض النظر عن قرارات الحكومة والشرطة الفلسطينية. طبعا هناك تمديد واسع من مؤسسات المجتمع المدني، مركز ديسان، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حركة حماس، هناك تمديد كبير بعملية الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي وحرية الرأي والتظاهرات التي تطالب بهذه الخلفية. إذا نسرين سلمي مراسلتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أعلن مسؤول في حركة طالبان أن الحركة تعتزم عقد لقاءات مع حكام ومسؤولين سابقين في أكثر من 20 ولاية أفغانية. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في طالبان قوله أن الاجتماعات ستركز على بحث الأوضاع الأمنية في البلاد. كما أضاف المسؤول أن الحركة تسعى لتوضيح خطة خروج القوات الأجنبية من البلاد وإدارة الفوضى خارج مطار كابل. وأشار إلى أن الحركة ترى أن التعامل مع فوضى المطار مهمة معقدة. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم مقتل 7 مدنيين أفغان في عمليات تدافع في محيط مطار كابل الدولي. ويشهد المطار حالة من الفوضى، حيث ينتظر الألاف أمام بوابة مطار حامد كارزاي الدولي في العاصمة كابل لتجاوز الحواجز ودخول المطار لمغادرة البلاد. وكان مسؤولون في الناتو وحركة طالبان أعلنوا مقتل 12 شخصا على الأقل في المطار والمنطقة المحيطة به منذ يوم الأحد الماضي. إلى ذلك، ذكرت وسائل أعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تتابع ما وصفته بتهديدات محددة من تنظيم داعش ضد مطار العاصمة الأفغانية كابل وضد أمريكيين وآخرين يحاولون مغادرة أفغانستان. شبكة NBC الإخبارية نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم أن القوات الأمريكية تعمل على إيجاد طرق بديلة لإجلاء الأمريكيين والأفغان من دون اللجوء إلى مطار كابل. واشنطن كانت أعلنت إجلاء 2500 أمريكي من العاصمة الأفغانية كابل خلال الأسبوع الماضي، وذلك من ضمن 17 ألفا جرى إجلاؤهم
من أفغانستان. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أكد أنه ليس لديه رقم محدد بشأن أعداد الأمريكيين الذين لا يزالون في كابول وأفغانستان عموما. الوضع في محيط مطار كابول يتغير كل ساعة. مهمة البنتاغون الحالية هي تأمين المطار وإخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بأسرع ما يمكن. تقييم المخاطر في أفغانستان يتغير أيضا كل ساعة، ولا نستبعد دخول القوات الأمريكية إلى محيط مطار كابول للمساعدة في عملية الإجلاء. ليس لدينا رقم محدد بشأن عدد الأمريكيين الذين لا يزالون في كابول وأفغانستان عموما. السفير الروسي في أفغانستان ديمتري جيرنوف قال أن حركة طالبان طلبت من الدبلوماسيين الروس إبلاغ المقاومة ضد الحركة في ولاية بنشير رغبة طالبان في التوصل إلى اتفاق سياسي معها. وأكد أنه التقى مسؤولين رفيعي المستوى في طالبان طلبوا منه توسط الدبلوماسيين الروس لإبلاغ قوات المقاومة أن الحركة تريد تجنب إراقة الدماء. معنا من اسلام اباد مراسل الميادين بكر يونس. مرحبا بك بكر. لا شك انه مشهد مطار كابول من العناوين المستجده في الساحه الميدانيه في افغانستان، لو تضعنا اكثر في تفاصيل ومستجدات المشهد هناك، سيما وان طالبان اعلنت تبرؤها من اي حراك لداعش وطبقا لما صدر عن الدوائر الامريكيه. في الحقيقه يبدو ان الوضع في كابول مغاير لما كانت الاخبار تتحدث عنه منذ اسبوع. يبدو ان القوات الامريكيه والاجنبيه هي تشهد الان حاله حصار من قبل حركه طالبان في ليس فقط في كابول وفي مطار كابول وانما في اجزاء مختلفه من افغانستان. لذا المتحدث باسم البيت الابيض ووزاره الدفاع الامريكيه لا يعرفون حتى الان عدد القوات وعدد العناصر والمواطنون الامريكان في افغانستان، ما يعني ان هناك نوعا ما قد يكون تخلي من قبل الإدارة الأمريكية عن مواطنيهم إذا لم يستطيعوا بالفعل تحريرهم إذا صح التعبير من أيدي طالبان. لذا يبدو أن المفاوضات التي تسير الآن مع حركة طالبان هي نوعا ما تسعى إلى يعني إجبار حركة طالبان على التخلي عن الإمساك بالكثير جدا من الأمريكان داخل أفغانستان وأيضا من القوات الأجنبية. يبدو أن حركة طالبان الآن لديها ورقة ضاغطة على هذه القوات، لذا نرى هذا نوع من التدافع المتزايد لكل من يستطيع الوصول إلى مطار كابول للخروج من أفغانستان. إذا يبدو أن هناك حالة بالفعل حالة حصار لهذه القوات وللمتعاونين مع القوات الأجنبية في أفغانستان من قبل حركة طالبان. لذا لا تتم عملية إخلاء القوات الأجنبية وإخلاء المواطنين الأفغان المتعاملين مع القوات الأجنبية بطريقة سلمية، لأنهم يعلمون أن بقاهم في أفغانستان إذن هو بقاء المنهزم في أيدي المنتصر في أيدي حركة طالبان، وهذا أمر لا تريده لا القوات الأجنبية ولا المتعاونين مع هذه القوات. إذن هناك حالة بفعل مغايرة لما كانت تتحدث عنه الكثير جدا من الأنباء وأيضا الذي تتحدث عنه المصادر التي تأتي من قطر التي راعت الاتفاقية بين حركة طالبان والقوات الأمريكية. يبدو أن هذه الاتفاقية بالفعل فشلت ويبدو أن حركة طالبان الآن تتحرك بشكل مختلف عما كانت تتوقعه الإدارة الأمريكية من خلال مفاوضات في الدوحة. يبدو أن كل هذا الآن تغير بشكل كبير جدا وأن حركة طالبان الآن تفرض نوع حصار في داخل أفغانستان. بكر، كيف تقرأ خطوة مبايعة شقيق أشرف غني ورسالة العفو له وأيضا الرسالة التي بعثت بها طالبان عبر الدبلوماسيين الروس إلى حركة المقاومة لهم في بنشير؟ حركة طالبان تريد أن تجمع أكبر قدر ممكن من القيادة الأفغانية السابقة تحت الإمارة الإسلامية وأن لا يكون هناك اقتتال داخلي. هذا ما تحاوله حركة طالبان في الآونة الحالية، لأن الحركة ترى بأن هناك الكثير جدا من الأمور ولعل من أهم هذه الأمور وأكثرها يعني أعضالا هو الجهاز المخابرات الأفغاني الذي أنشئ تحت يد القوات الأمريكية والأجنبية في أفغانستان، وهذا الجهاز الآن يتفكك، وهذا الجهاز أيضا لديه الكثير جدا من الولاءات لمختلف الدول. لذا طالبان تخشى من أن يكون هناك بالفعل عمليات تصفية مباشرة إما من حركة طالبان اتجاه هذا الجهاز وعناصر جهاز المخابرات الأفغاني، وأيضا قد يقوم هذا الجهاز بأيضا استهداف بعض قيادة حركة طالبان ما يسيء الوضع في أفغانستان بشكل كبير. بكر يونس مراسل الميادين كنت معنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعامل الرئيس جو بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
ترامب وصف الانسحاب بالمهانة الأكبر في تاريخ السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وخلال تجمع لحشد من أنصاره بولاية ألاباما وصف الانسحاب بالفاشل والمثير للدهشة لعدم الكفاءة الفادحة من قبل رئيس البلاد وفق ما قال ترامب. اقترح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة دخول أولى قوامها 50,000 جندي. هذا الاقتراح لبوريل محمد بتجهيز أوروبا عسكريا يهدف إلى العمل في ظروف مثل تلك التي تسود في أفغانستان بحسب قوله، ولفت إلى أن مناقشة المشروع تتم بين وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، وشدد على أن أوروبا لا تتحرك إلا عند الأزمات، كما أشار إلى أنه قد حان الوقت لتزويدها بقوة عسكرية قادرة على القتال إذا لزم الأمر. والآن إلى العراق، حيث تتابع الميادين عبر تغطية خاصة ونوافذ إخبارية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وللمزيد نتحول إلى بغداد وفريق الميادين المتواجد هناك والزميل محمد زيني. مساء الخير محمد. مساء النور دينا، شكرا لك وللزميل محمد الجرادي. أهلا بكم إلى هذه النافذة من بغداد، حيث وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الكويت في زيارة على رأس وفد حكومي رفيع. وقبيل مغادرته بغداد أكد الكاظمي أن التباحث مع القادة السياسيين في الكويت ضروري لرسم خارطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة وطرق التعامل معها، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول ومنها دولة الكويت. وفي الشأن الداخلي شدد الكاظمي على أن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجراء الانتخابات في موعدها. حذر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح من الاستخفاف بخطورة الإرهاب داعيا إلى تعزيز التكاتف الدولي لاستئصاله. وفي تغريدة له قال صالح إن الحادث الإرهابي الجبان في الطرمية الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبنائنا في الحشد الشعبي يؤكد الحاجة لمواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة في العالم. شرعت القوات الأمنية العراقية بوضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات المبكرة، وذلك عبر عمليات استطلاع وتوزيع للمهمات التي ستوكل للأجهزة الأمنية التي ستتولى حماية المراكز الانتخابية ومخازن صناديق الاقتراع. التفاصيل مع محمد الفهد. الأمن الانتخابي يتصدر قائمة الأولويات تقول بغداد، التي تسعى إلى تنظيم الانتخابات المبكرة في تشرين الأول أكتوبر المقبل. عمليات بغداد شرعت بوضع خطة أمنية جديدة تقضي بتجديد الإجراءات لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات. نحتاج الآن إلى فرض بيئة أمنية عالية المستوى من الحفاظ على الناخبين، وكذلك الحفاظ على بيئة سليمة للناخبين في مراكز الانتخابات. التأثيرات السلبية الآن غير مرغوب فيها. بعيدا من مراكز المدن، تحركت قوى الأمن بعمليات استباقية لملاحقة تجمعات داعش ومنع تنامي قدرات الخلايا النائمة التي تهدد الأمن والاستقرار، وصولا إلى التأثير في أجواء الانتخابات المبكرة. الجو الانتخابي يجب أن يكون الجو السياسي غير ساخن، يكون أن تكون هدوء سياسي، ليس بالانتخابات تجري بأجواء سلاح منفلت. المال السياسي يجب أن تكون القوات الأمنية هي رصد لكل المحاولات. مفوضية الانتخابات التي أعلنت الجاهزية التامة لتنظيم الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وضعت المسؤولية في ملعب الحكومة لحماية العملية الانتخابية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
اقتراب موعد الانتخابات المبكرة وتسجيل أحداث أمنية متفرقة عاملان دفعا الحكومة إلى تسريع وتيرة الإجراءات الميدانية داخل المدن وخارجها لضمان الأمن الانتخابي الذي تتحمل مسؤوليته القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها الأمنية. محمد الفهد، بغداد، الميادين. يبقى معنا الزميل محمد الفهد مراسل الميادين في بغداد لنسأل بداية، محمد، ما الجديد في زيارة السيد الكاظمي إلى الكويت؟ وأيضا بخصوص الأمن الانتخابي والعملية الأمنية الخاصة بالانتخابات، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه السلطات المعنية؟ نعم محمد، وصل صباح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد الرفيع. التقى قبل لحظات من الآن بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، واجتمع معه في الكويت وناقشا عدة ملفات. أبرز ما كشف من هذه الملفات هي تعزيز العلاقات بين الجانبين، وأيضا تأكيد الدعوة العراقية للكويت من أجل حضور أميرها لمؤتمر جوار العراق الذي سينعقد نهاية الشهر الحالي. كذلك عدد من الملفات التجارية والسياسية وحتى الأمنية، واللقاء برجال أعمال كويتيين، وهذا يندرج أيضا ضمن الاتفاقات وكذلك الحوارات السابقة التي كانت تجري بين الجارين، ولا سيما ما كان في مؤتمر الدول المانحة الذي رعته الكويت سابقا لإعادة إعمار المناطق المحررة، وكذلك الاتفاقيات الأخرى إلى جانب الاتفاقيات السياسية والأمنية. فيما يخص الانتخابات المبكرة، المفوضية أعلنت بأنها أكملت جميع مستلزماتها، وبالتالي الكرة الآن في ملعب الحكومة. الحكومة الآن هي أمام مسؤولية توفير البيئة الأمنية المناسبة، لذلك شرعت قيادة عمليات بغداد بوضع خطة حماية المراكز الانتخابية ومراكز حماية صناديق الاقتراع وتوفير الحماية أيضا للناخبين والمرشحين. على ما يبدو أن هذه الخطة ستبدأ في بغداد وتنتقل إلى بقية المحافظات الأخرى بالتزامن مع عمليات ميدانية خارج مراكز المدن. هذه العمليات تستهدف خلايا تنظيم داعش، المضافات التي تخزن فيها الأسلحة والعبوات الناسفة التي يروم تنظيم داعش استخدامها ضد المدنيين والقوات الأمنية. وبالتالي العوائق الآن أمام الانتخابات هي الانتهاء من توفير الجو الانتخابي الأمني الكامل، وأيضا عودة الكتل المنسحبة التي ترى بعض الأطراف أنها ربما تشكل طيب محمد احتلالا. هل من احترازات أمنية أو مظاهر عسكرية في بغداد استعدادا لتأمين المراكز الانتخابية أو تأمين بعض المناطق، أو حتى استعداد بغداد لاستقبال قمة دول الجوار؟ هل هناك تغييرات واهتمام أمني في بغداد من نوع معين؟ يعني حتى هذه اللحظة محمد هنالك زيارة ميدانية قام بها قائد عمليات بغداد اللواء أحمد سليم، أو الفريق الركن أحمد سليم، لعدد من مراكز الاقتراع المقررة في العاصمة في جانبيها الكرخ والرصافة. كذلك هنالك خطة سيتم الشروع بها ميدانيا من خلال نشر دوريات قرب المراكز الانتخابية وقرب المركز الوطني لجمع البيانات، وكذلك التهيئة لهذه الأجواء. فيما يخص القمة التي من المؤمل أن تنعقد في أواخر هذا الشهر، هنالك يعني استعدادات أمنية كما في السابق، هي تقضي بنشر بعض الدوريات في شوارع العاصمة، والاستعداد لهذه القمة ربما تزداد وتيرة هذه الإجراءات كلما اقتربت هذه القمة كما حدثت أو كما في مناسبات أخرى عندما استضافت بغداد رؤساء وملوك وأمراء. شكرا لك الزميل محمد الفهد مراسل الميادين في بغداد. شدد عضو تحالف عزم عمر الفراجي في حديث للميادين على أن فلول داعش اليوم لا تمثل خطورة على العاصمة العراقية بغداد، لافتا إلى أن المشكلة تقع في منطقة الطارمية. الدولة الرسمية بكل أركانها الأمنية أعلنت رسميا القضاء على تنظيم داعش. بقى خلايا نائمة لأي تنظيم هنا وهناك لا يعني أن هذا التنظيم يشكل يعني خطر حقيقي وماحق على العاصمة أو على أي منطقة من المناطق، وإلا كان أعيدت التعبئة العامة من جديد ورجع الناس إلى أيام 2014 يوم تكاتفت كل القطاعات الأمنية والاجتماعية وحتى الدينية في صد هذه الصولة. لكن ما يجري سيدي الكريم في شمال بغداد تحديدا، اليوم أتكلم عن أطراف بغداد، أطرافها أربع، الثلاث أطراف ليس فيها أي مشكلة أمنية، هناك مشكلة بسيطة في جزء من أطراف بغداد في جزء من منطقة الطارمية تحديداً.
بدوره أكد عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي في حديث للميادين أن هناك من يسعى للفوضى وخلط الأوراق لتأجيل الانتخابات، وذلك عبر تحريك الإرهابيين في الطارمية. بعض السياسيين المفلسين وليس السياسيين اللي مؤمنين بالدولة ومؤمنين بالعملية السياسية ومشاركين بالعملية السياسية، واليوم حقيقة الكل لديه فرصة أن يدخل بالجو السياسي من خلال إذن حاضنة سياسية. الهدف الأساسي هو إيصال رسالة لخلط الأوراق وأيضا لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، لأن هؤلاء يبحثون عن الفوضى ويبحثون عن الفراغ ويبحثون عن تكون هناك أجندات تنفذ من خلال الملف الأمني، تنفذ إلى العملية السياسية لخلط الأوراق لزعزعة الأمن، وهذا راح ينعكس على العمل السياسي. البعض يعول على حكومة طوارئ، البعض يعول على وعود خارجية من بعض الجهات بأن يكون لهم موقع في العملية السياسية. هذه حقيقة كلها شلون نقطع الطريق عليها؟ من خلال أولا يعني وحدة الصف. نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهداف مستشفى في شمال غرب العراق بغارة جوية تركية. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال أردوغان أن الغارة التي قتلت 8 أشخاص استهدفت قاعدة لمجموعة من حزب العمال الكردستاني، لافتا إلى تصرف تركيا بحساسية عالية خلال هذا النوع من العمليات. هذه النافذة من بغداد انتهت. يتجدد اللقاء بكم في تمام الساعة 7 بتوقيت القدس الشريف وبغداد. وهذه نافذة جديدة الآن من تونس لمتابعة آخر التطورات مع الزميلة هناك وفاء سرايا. مرحبا وفاء. مرحبا محمد وشكرا جزيلا لك. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نافذة جديدة من تونس بمتابعة آخر التطورات في المشهد السياسي والقضائي ضمن تغطيتنا المستمرة على شاشة الميادين تونس الجمهورية الثالثة. نبدأ نافذتنا من التطورات الأمنية، حيث ألقت القوات الأمنية التونسية القبض على متهم كان يعد لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية قيس سعيد. صحيفة الشروق كشفت بناء على مصادر متطابقة أن شخصا ممن ينعتون بالذئاب المنفردة أو ما يسمى إطلاق المبادرة المنفردة كان يعد لعملية الاغتيال هذه. وبحسب التحريات الأمنية كان مخطط الاستهداف للرئيس قيس سعيد سينفذ خلال زيارة له لإحدى مدن الساحل. هذا واستنكرت حركة النهضة المؤامرات التي تهدد أمن تونس والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية، وجاء ذلك في بيان لها. دعت الحركة أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى التحقيق في الموضوع للكشف عن المتورطين فيه، محذرة من الدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جر البلاد إلى عدم الاستقرار. وأشارت الحركة إلى أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة في 25 من جويلية تموز وما بعدها تظل استثنائية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تستدعي تعاون الجميع من أجل تجاوزها. وكذلك في التطورات الأمنية والقضائية، أوقفت قوات الأمن التونسية النائبة في البرلمان عن كتلة تحيا تونس لطفي علي برفقة زوجته بتهمتي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع. الناطق باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبالي قال لوكالة الأناضول أن التوقيف جاء بموافقة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية. والآن ينضم إلينا الزميل مراد الدلنسي مراسل الميادين من قلب العاصمة التونسية. مساء الخير مراد، الحدث الأبرز بالتطور الأمني إلقاء القبض على هذا الشخص أو ما يسمى بالذئاب المنفردة، كيف انعكس ذلك على المشهد السياسي وبتبعاته الأمنية بطبيعة الحال؟
نعم وفاء، سويعات بعد حديث رئيس الدولة عن تفكير جهات ربما يعني تستعمل الدين لاغتياله تفكيرها في اغتياله، تحدثت هذه المصادر الصحفية جريدة الشروق تحديدا عن إلقاء قوات الأمن القبض على الذئب المنفرد الذي ربما كان يخطط لاغتيال رئيس الدولة عندما سيزور مدينة ساحلية أي سوسة أو المنستير أو المهدية في قادم الأيام يعني التخطيط لاغتياله. بطبيعة الحال ردود الفعل حقيقة من بينها يعني هناك شكر للقوات الأمنية والاستخبارات الأمنية والعسكرية على إحباط هذه المحاولة، ولكن هناك ربما من يعتبر أن الرواية منقوصة وينتظر خاصة توضيحات من رئاسة الدولة من وزارة الداخلية أو من الجهات الأمنية التي قامت بهذه العملية. يعني من المهم جدا أن تكون هناك رواية رسمية وأكثر وضوحا حول هذه العملية. تقريبا هذه التطورات المتعلقة بالتصريحات الأخيرة للرئيس التونسي حول تفكير جهات في اغتياله، هذا إضافة إلى بيان حركة النهضة الذي تحدثتم عنه ويتعلق بطلبها التحقيق وكشف المعطيات حول هذه الاتهامات الخطيرة. في سياق آخر وفاء، مراد في أيضا تطورات بالنسبة لإلقاء القبض على أحد نواب، نعم مراد نحن نتحدث أيضا بالخبر الذي ذكرناه يعني أحد نواب كتلة تحيا تونس، ما هي تبعات هذا الخبر؟ ما الذي جرى تحديدا بهذا الحادث؟ نعم وفاء، منذ أسابيع كنا تحدثنا عن إصدار القضاء لـ 12 بطاقة جلب من بينهم لوزير ومن بينهم أيضا النائب الذي وقع اعتقاله يوم أمس. هذه الـ 12 شخصا من بينهم وزير سابق وبعض الشخصيات الأخرى من بينهم مديرين لشركة الفوسفات. هناك اتهامات بالاستيلاء على المال العام بالإثراء غير المشروع. هذا النائب الذي تم اعتقاله البارحة يعني هو لديه شاحنات يقوم بنقل الفوسفات من شركة الفوسفات، ولكن هناك حديث أو اتهامات بالفساد لهذا النائب المجمد. بطبيعة الحال تطور مهم في هذه القضية التي تتعلق بالفساد، ولكن هناك مطالب بأن تتكثف هذه العملية عملية إلقاء القبض على المتهمين بالفساد لينظر في شأنها القضاء. كذلك في نفس الإطار نشير وفاء إلى أن البارحة كانت هناك مكالمة بين وزير الخارجية التونسي ووزيرة الخارجية الليبية للحديث عن غلق المعبر. حقيقة الشأن السياسي في تونس ربما غطى على ما يحدث في الجنوب التونسي على الحدود مع ليبيا. المعبر مغلق رغم فتح السلطات الليبية لهذه المعابر، ولكن السلطات التونسية رفضت فتح هذه المعابر. المكالمة الهاتفية البارحة وزير الخارجية التونسي أكد أنه بسبب الوضع الوبائي، ولكن هناك حديث على مخاوف ربما من فرار عناصر مطلوبة للعدالة في تونس فرارها إلى ليبيا، ولكن هناك حالة من الغضب في الجنوب التونسي لدى التونسيين والليبيين على حد سواء. نعم شكرا جزيلا لك مراد الدلنسي على جمل كل هذه التطورات في هذه المداخلة. أيضا مشاهدينا الكرام نشكركم على طيب المتابعة. نصل إلى هنا إلى ختام نافذتنا من تونس، واللقاء يتجدد بكم عند نشرة الخامسة بتوقيت القدس الشريف، الثالثة بتوقيت تونس. والآن عودة لمتابعة نشرة الظهيرة مع الزميلين محمد جرادي ودينا زرقط. إليكما محمد ودينا. شكرا جزيلا لك يا زميلة وفاء سرايا. أيضا نشكر فريق الميادين المتواجد معك في تونس. هذه الظهيرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. إحباط محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي في الحديدة ومعارك عنيفة في مأرب. أهلا بكم.
بكم من جديد إلى هذه الظهيرة. قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني، حيث تلقت القيادة الإلكترونية في وزارة الدفاع اخطارات بخرق خطير لبعض الملفات. وبحسب الشبكة من غير الواضح ما إذا كانت أي عمليات تابعة للإدارة قد تأثرت بهذا الخرق. فيما قال ناطق باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تتخذ خطوات مستمرة لضمان حماية المعلومات. أفاد مصدر عسكري يمني بإحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل إلى مديرية حيث جنوب الحديدة في تصعيد متواصل لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وبالتوازي قصفت القوات المتعددة للتحالف السعودي بالمدفعية مناطق في الحديدة، فيما شنت طائراته الاستطلاعية غارات على شارع 50 شرق الحديدة ومنطقة الفاز جنوبها. وفي محافظة مأرب عاودت مقاتلات التحالف السعودي شن غاراتها المكثفة على مناطق المشجح والكسارة في مديرية صرواح غربية المحافظة. أعلنت الحكومة اللبنانية رسميا رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز بنسبة وصلت إلى 66%، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعاني منها البلاد. المديرية العامة للنفط في لبنان قالت أن قرار رفع أسعار المحروقات جاء استنادا إلى الموافقة الاستثنائية من جانب الرئيس ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع حاكم مصر في لبنان رياض سلامي في قصر بعبدا الرئاسي. الرئيس اللبناني ميشيل عون كان أكد إقرار دعم المحروقات وإعطاء موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب ضمن خطة تعافٍ. وأعلن عون أن الحكومة ستؤلف بالتعاون مع الرئيس المكلف مؤكدا أنه لن يتخلى عن واجباته، وأشار إلى وجود عراقيل تدفع باتجاه المزيد من تدهور الأوضاع. أنا من جهتي تشاورت مع دولة رئيس الحكومة ودعينا إلى اجتماع اليوم بقصر بعبدة وتقرر فيه دعم المحروقات على أن تتحمل الخزينة اللبنانية جزء من الكلفة، وأنه ينعطى لموظفي القطاع العام مساعدة اجتماعية عاجلة بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقا للأصول وضمن خطة تعافي شاملة. أما بالنسبة للحكومة فهي رح تتشكل بإذن الله وبالتعاون بيني وبين الرئيس المكلف، والأساس أنه تكون حكومة قادرة تعمل إصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابية. عون أكد أن قرار حاكم مصر في لبنان القاضي بوقف الدعم عن المحروقات تسبب بمفاقمة أزمة المحروقات، متعاهدا مواصلة العمل حتى بلوغ الحلول. يلي خربط الوضع وخلى الأزمة تزيد هو القرار يلي أخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم من دون العودة للحكومة وقبل صدور البطاقة التمويلية. مع الأسف هيدا القرار خلى أزمة المحروقات تتفاقم أكثر وأكثر مع إصرار الحاكم على موقفه ومطالبه بإصدار تشريع بيغطي الصرف من الاحتياط الإلزامي. حبيت صرحكم بالواقع حتى تعرفوا أنه في عرقلة لكل فكرة أو اقتراح أو مبادرة، وكأنه المطلوب المزيد من تدهور الأوضاع. قمر الدين، عجينة المشمش المجفف تسجل حضورا لافتا في الأسواق العربية. ورش مختصة توارثها أصحابها للمهنة وطوروها بإدخال الآلات البسيطة لصنع الآلاف من الأطنان سنويا. هذا التقرير لمحمد الخضر. قمر الدين، عجينة المشمش المجفف، يعود للانتعاش مجددا في موطنه الأصلي في غوطة دمشق الشرقية، الغوطة التي كانت تحتضن عشرات الآلاف من أشجار المشمش. كيف تتم صناعته؟ نزور هذه الورشة المختصة في إنتاج قمر الدين. تبدأ عملية الإنتاج من وصول ثمار المشمش إلى الورشة. توضع الثمار في آلة لغسلها بالماء وتنقيتها، ثم تنقل إلى غرفة التبخير بعد تعقيمها بمادة زهرة غاز ثاني أكسيد الكبريت.
لتصبح الثمار جاهزة للعصر. استاذ شفت انا مشمش وصلنا من المزارع بتغسل بتنقى بفوت على المخمي يطلع من المبخره على الصينيه هون على التيغار من كتر مشمش هون ومن هون بيطلع على العصاره من عصير بيرجع هون على التيغار بيتحرك بالدواء مع القطر والسكر بيرجع على مرحله ثانيه كمان تنعيم وبعدين من العربيات بناخذه على المصاح ومن مدو. تستكمل العملية الإنتاجية بالانتقال إلى مرحلة التنعيم والتصفية ثم تنقل المادة لسكبها على ألواح خشبية معقمة مصفوفة ضمن باحة واسعة مكشوفة على أشعة الشمس. صار 5 أيام بالشمس على الجو منشور ولا مرحلة القلع يعني عمنا الأعواد بعدين المستودع وبعدين هنيك ما شفت التوضيب هنيك من وضباني. المرحلة الأخيرة تتم بتغليف وتعبئة قمر الدين ضمن أوزان محددة وفق متطلبات التسويق حيث يصل هو قمر الدين السوري إلى نحو 60 دولة في العالم. التقديرات الأولية على مستوى البلد تقدر بملايين الدولارات السورية التي ترفض الخزينة بالقطاع الأجنبي. الأكثر الدول استيرادا لهذه المادة هي مصر تأتي بالرقم 1 بحيث تستهلك تقريبا بحدود 60-70% من حجم القمر الدين المصنع في سوريا، ثم باقي الدول العربية مثل دول الخليج دول السعودية والدول الإسلامية بشكل عام. من جديد بدأت سوريا بالتصدير إلى الدول الغربية، بدأت ثقافة القمر الدين أو شراب القمر الدين ينتشر في أوروبا وأمريكا وكندا وحتى في أمريكا الجنوبية. انتشر تصنيع قمر الدين في مناطق سورية عديدة انطلاقا من الغوطة الشرقية ونقله سوريون إلى دول مجاورة كمنتج يحمل قيمة غذائية وطبية عالية. محمد الخضر من عربين في الغوطة الشرقية، الميادين. هذه الظهيرة انتهت. هذا تذكير بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تؤكد أن أحدا لن ينجح في عزل غزة أو حصارها، والأمن الفلسطيني يعتقل الأسير المحرر خضر عدنان لتضامنه مع معتقلي الرأي. قتلى بتدافع في مطار كابول، واشنطن تتابع تهديدات أطلقها داعش ضد المطار وطالبان تطالب بتوضيح بشأن خطة الانسحاب من أفغانستان. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجهيز أوروبا عسكريا لمواجهة الأزمات المقبلة. القاظمي يؤكد أن التباحث مع القادة السياسيين في الكويت ضروري لرسم خارطة طريق إقليمية، والرئيس العراقي يحذر من الاستخفاف بخطورة الإرهاب. وسائل أعلام تونسية تكشف عن إطاحة إرهابي خطط لاغتيال الرئيس سعيد وإيقاف النائب لطفي علي بتهم فساد مالي وتبييض أموال. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار المحروقات وسط أزمة اقتصادية حادة، والرئيس يعلن منح موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة من خزينة الدولة. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.